وللحديث عن تظاهرات المحاضرين بالمجان في عدة محافظات للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم والأسباب التي أدت إلى إغفال حقوقهم في الموازنة المالية، معنا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي. أهلا بك معنا أستاذ قحطان. أهلا بكم أخي العزيز، حياك الله وبياك. أهلا بك أستاذ قحطان. العراق استفاق اليوم على تظاهرات حاشدة للمحاضرين بالمجان. السؤال هنا، بعد كل هذه السنوات لماذا لم تحل أزمة المحاضرين المجانيين في العراق رغم كل الوعود بتعيينهم؟ وذلك لأن الإرادة الحقيقية لحل هذه المشكلة غائبة عن الإدراك الواقعي للقوى السياسية المتنفذة وللزعامات التي تتصدر المشهد، وبالتالي هذه الوعود تبقى وعود، ويبقى الإنسان العراقي يطمح إلى شيء من الإنسانية، وتبقى الحكومة باختلافها هي أداة لدمار العراق وليس لبناء العراق. نعم، يعني خروج التظاهرات بهذا الشكل في عدة محافظات، وهي بطبيعة الحال ليست الأولى، إلى أي مدى يؤكد فشل الحكومة وخططها بالالتفات إلى القطاع التعليمي وهذه الشريحة المهمة، نقصد شريحة المحاضرين المجانيين؟ المتابع الحقيقي لا يرى هناك ثمة خطط موجودة لدى الحكومة لكي نقول عنها فشلت. أنا أؤكد هو غياب الإرادة الحقيقية العراقية الرسمية لتجاوز هذه المحنة، استمرار معاناة المواطن العراقي بين غائب عن العمل أو لا يجد عمل، أو الذين أو وقتيا وأن يثبتوا، أو الذين وعدوا بمناصب ولم ينفذوا ذلك، لأن الإرادة الحقيقية للجهة السياسية غائبة. هذا جهة، وجهة أخرى مستوى التدني للمخزون المالي لتغطية رواتب الموظفين الجدد والقدامى إلى حد معين هي تعاني أيضا مشاكل، عليه الإرادة غائبة والإمكانيات ضعيفة، وبالتالي أنا لا أعتقد أن المشكلة ستحل ولا يمكن أن ترى النور للحل لها. إذن لماذا تعهد الكاظمي بتعيين المحاضرين المجانيين وبحل مشكلتهم ثم عاد بإلقاء اللوم على الحكومات السابقة؟ يعني كيف يفهم الدور الذي لعبه الكاظمي؟ هل هو للمماطلة لكسب الوقت؟ لماذا؟ هو هذا الضحك على الذقون بعينه. كاظمي جزء من العملية السياسية من 2003 ولحد الآن، والوزراء الذين يتشكلون معه في كابينته مرتبطين، وهم ذاتهم الذين داروا الشأن العراقي منذ 2003 لحد الآن، سواء عبر كتلهم السياسية أو عبر ذاتهم. وبالتالي ليس في العراق مجال لأن تلقي اللوم على الحكومة السابقة. الكل سواء كاظمي كان رئيس المخابرات العراقية ومتنفذا في الشأن العراقي، وكذلك الحال بقية الوزراء. إذن هذه أكذوبة وهذه ضحوكة على الذقون، وبالتالي هذا عبارة عن كسب للوقت لكي يمرر الكاظم وسوى أجندات خاصة بهم. دكتور قحطان، كيف ترى مستقبل ملف المحاضرين بالمجان في ظل استمرار هذه الأحزاب السياسية في السلطة؟ أنا أعتقد أنه يبقى هكذا عالقا، وتتسع مشاكل هذه الشريحة أو غيرها، ولعلنا نتابع الآن أن كل سنة آلاف الخريجين جالسين في بيوتهم لا يجدون عملا، وبالتالي أعتقد الأمر سيتعقد أكثر فأكثر، سيما وأن ليس هناك أي إجراء حقيقي لا لخطة عقلانية ولا لمحاسبة إلى أسباب هدر المال العام الذي تجاوز التريليون ونصف التريليون. إذن نحن من مأساة إلى مأساة للأسف الشديد. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.